الصحافة في العراق هل هي حرة هم وكيف نقيس الصحافة في العراق مقسمة وليس حرة، مسيرة وليس مخيرة. هناك صحفيين يكتبون بصراحة وبدون أي ضغط سياسي. هؤلاء الصحفيين والإعلاميين أيضا هم الذين يستطيعون أن يأثرون على الصحافة والميديا العراقية. راح نركز على الميديا العراقية، لأن هناك صحفيين يكتبون لأحزاب معينة، وهناك صحفيين يكتبون لشخصيات معينة. فلهذا نرى تضارب في الأخبار وكيفية صنع الأخبار وكيفية تحليلها وتكبيرها ونتائج الأخبار هذه. تنفجر قنبلة مثلا، كيف يحللوها؟ قسم يهللون لهذه القنبلة وما أثر بها، وقسم يتألمون بآلام نتائج ضرب هذه القنبلة اللي يؤدي مثلا إلى والرسائل المبطنة، ناس تقول قتلى، ناس تقول ضحايا، ناس تقول شهداء. نعم، فهذه كلها الأمانة الصحفية مهمة جدا. صحافة متقدمة في كل العالم، ونتيجة التكنولوجيا الجديدة ونتيجة الصحافة الإلكترونية.